السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتاخد فيتامين بي 12 في صورة أقراص أو حقن بدون تحليل أو بصورة أكتر من اللازم أو بدون استشارة الدكتور، وده ممكن يسبب لهم مشاكل كتيرة وخطيرة. هقول لك عن أهم 8 أعراض لزيادة فيتامين بي 12 في جسمك. أول حاجة، ممكن يعمل اضطرابات في الجهاز الهضمي زي عسر الهضم والإمساك والإسهال، وممكن يغير لون البول، وكمان ممكن يعمل التهاب في المثانة. تاني حاجة، ممكن يعمل مشاكل جلدية زي طفح الجلد وحب الشباب والحكة والبصور، والسبب في ده ان فيتامين بي 12 بيحارب بكتيريا مفيدة على سطح الجلد، وعدم وجود البكتيريا ده بيسبب زيادة في البكتيريا الضارة اللي ممكن تسبب المشاكل الجلدية اللي احنا قلنا عليها. تالت حاجة، اضطراب في النوم وأرق. رابع حاجة، التعب والإرهاق والإحساس بالدوار وفقدان اتزان الجسم، وممكن عدم وضوح الرؤية وكمان قلة التركيز. خامس حاجة، ارتفاع ضغط الدم، لأن ارتفاع فيتامين بي 12 بيقلل نسبة البوتاسيوم في الدم. سادس حاجة، مشاكل في الكبد، فيقلل أداء وظائف الكبد بشكل طبيعي وممكن يسبب تليف الكبد. سابع حاجة، تنميل وخدر في الأطراف. تامن حاجة، صعوبة في البلع وفقدان الشهية، وده ممكن يسبب خسارة في الوزن بشكل ملحوظ. دي أهم 8 أعراض لزيادة فيتامين بي 12 في الجسم. بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك، ولو عجبك وأفادك شيره لغيرك. بتمنى لكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.